السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في خبر لسه نازل بخصوص، طبعا كلنا مستنيين الخبر ده، هو بخصوص وزير التربية والتعليم يكشف حقيقة إلغاء الأبحاث عن الطلاب واعتماد نتيجة الترم التاني. أول حاجة احنا هنتكلم، أولا هو دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بيقول بالنص كده انه يعني تردد المزيد من الشائعات والاكاذيب عن الغاء وتبديل وتغيير في اجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم في ظل ازمة الكورونا. هو بيأكد ان الموضوع مش كده خالص، وان ما حصلش ولا تغيير ولا اي حاجة، والموضوع ماشي زي ما هو، موضوع البحث ماشي زي ما هو، كما يوضح أن هناك شائعات كثيرة وأكاذيب وتضليل وإثارة البلبلة بين أبنائنا وأولياء الأمور. وكمان بيأكد بيقول أن البحث زي ما هو، ونتيجة البحث هتبقى زي ما هي، والجدول اللي قدام حضراتكم ده بيوضح كل سنة دراسية والقرارات اللي هو الوزير واخدها أو وزارة التربية والتعليم واخداها، والحل القانوني البديل والإشاعات اللي طلعت. والجدول اللي قدام حضراتكم ده بيوضح كل حاجة بالنسبة للصف الثالث الابتدائي لحد تالتة إعدادي، وبالنسبة لأولى ثانوي وتانية ثانوي، وبالنسبة للصف الثالث الثانوي اللي هو الشهادة الثانوية العامة. يعني هو طبعا بيقول ان في ناس كتيرة طلعت اشاعات على الفيسبوك وعلى المواقع الاخرى بان الموضوع البحث هيتلغي واعتماد الترم نتيجة الترم الثاني. طبعا ده غلط جدا، وهو طلع واكد كده، والخبر ده اكيد ومصدر اكيد. وكما يوضح ان كل من نشر خبر احدث فيه بلبلة وكلام خطأ، ده هو هيحاسبه قانونيا، وهيشوف طبعا الإجراءات القانونية للناس اللي طلعت الإشاعات دي أو الأكاذيب دي، وهيبدأ إن هو هيحاسبهم على كده. الملخص اللي احنا بنلخصه في الليلة دي كلها إن هو مش هيغير حاجة بالنسبة للبحث لكل السنوات اللي قدامكم دي. وطبعا احنا ملزمين دلوقتي إن احنا نخلص البحث ونكتبه ونعمله. هو بيقول إن البحث زي ما هو، وقدامكم الجدول موضح كل حاجة، تقدروا ان انتوا تشوفوه يعني تشوفوا الكلام اللي احنا بنقوله ده هتلاقوه مظبوط. وطبعا انا عايزة اقول لكم ان مفيش حاجة هتتلغي، من كل اللي بيقول ان في حاجات هتتلغي او البحث هيتلغي ده كلام واشاعات وتضليل، وده بناء على قرارات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي. وده كان الخبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.